هو حق الأشقاء على شقيقة الخبرة مصر، والرئيس المصري بالأمس يعني كان هناك اصطفافا أمامه للمعدات والأدوات التي سوف ترسلها مصر لدعم ليبيا، وقرر أن تكون حاملة الطائرات المسترال هي مستشفى ميداني في ليبيا وكذلك مركزا لإدارة العمليات لإنقاذ المدينة. هذا الإجراء هو واحد من عدة إجراءات اتخذتها مصر لتوجيه الدعم وكافة أوجه الرعاية في هذا المصاب الأليم الذي والدمار الكبير الذي شهدته ليبيا. يعني مصر بالطبع تقوم بهذه الإجراءات وتوجيه المساعدات عبر البر والبحر والجو، فكذلك بالأمس استقبل منفذ السلوم البري مجموعة كبيرة من الأدوات والسيارات والتي تحمل عددا من المساعدات والأطقم الهندسية والطبية من أجل دعم الأشقاء في ليبيا والمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ. هذا من جانب. من جانب آخر المسترال تصل عبر البحر، وكذلك أرسلت مصر 3 طائرات محملة بالمساعدات وعددا آخر من الطائرات لأجل إجلاء سواء المصابين أو جثث القتلى أو حتى من يرغبون في الرحيل أو الخروج من ليبيا في ظل هذه الأوضاع. وكذلك أيضا مصر كانت قد أعلنت الحداد لمدة 3 أيام، ويعني سواء على الضحايا في ليبيا وكذلك في المغرب، هو عدد وإجراءات متعددة تتخذها مصر من أجل توجيه الدعم ورسالة بالدعم والمساندة. ليبيا بالنسبة لمصر هي الشقيقة بالطبع، وكذلك هي جزء من أمن مصر وأمنها القومي بالطبع، وكذلك هناك عدد كبير من المصريين الذين يعملون في ليبيا. يعني بالطبع علاقات مصر بليبيا هي علاقة قوية جدا، وكذلك وفي ظل هذه الأزمة كان على مصر أن تتحرك بشدة من أجل تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ في ظل هذا الدمار الشديد. وكانت قبلها بأيام رئيس الأركان المصري وكان قد توجه إلى ليبيا من أجل تقييم الوضع والتنسيق مع الجانب الليبي والبحث عن الأدوات وكيفية تقديم الدعم. وبالطبع كان اصطفاف المعدات بالأمس أمام الرئيس المصري كان نتاجا لهذا التنسيق وتقييم الوضع، لأن تلك المعدات هي حسب مصادرنا يعني هي المعدات التي تم رصدها من أجل المساهمة واحتياج على الأرض هناك في ظل كافة أوجه الدمار التي أحاطت بالمدينة وأحاطت بأهلها. وهناك العديد من العمليات التي سوف يتم تنفيذها من أجل يعني المحاولة في الإسهام في إنقاذ والبحث وتقديم أوجه الدعم وإجلاء الرعاية. كذلك قامت مصر بعمل معسكر على الحدود المصرية الغربية لاستقبال من تم تدمير منازلهم في تلك المأساة. يعني مصر لا تدخر وسعا من أجل تقديم كافة هذا الدعم في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها بالطبع، ولكن مصر يعني لا يصح أن تترك دورها في تقديم هذا الدعم، وهذا ما قد أعلنه الرئيس المصري وأعلن تقديم كافة هذا الدعم من أجل تخفيف قدر الإمكان عن الأشقاء في ليبيا في ظل هذا المصاب الأليم. طيب مينا، على ذكر العاصفة، يعني ما هو أوضاعها في مصر؟ لأنه كان من المنتظر أن تكون لها تداعيات ويعني مرت ربما بسلام مع بعض التغيرات الجوية في الإسكندرية، الآن في القاهرة. نعم، بالأمس وقبل الأمس كنا في الإسكندرية انتظارا لوصول الإعصار أو ما تم تصنيفه بأنه منخفض جوي، يعني لأنه فقد جزءا كبيرا من قوته بعدما وصل إلى مصر. يعني الإسكندرية لم تشهد حتى أمطارا غزيرة كما كان متوقعا، ولكن كل ما شهدته هو بعض الأتربة وبعض الرياح المحملة بالأتربة وانعدام الرؤية الأفقية لمسافة تصل إلى 500 متر، ويعني لم تمنع الأنشطة البحرية ولم يتوقف المصطفون من زيارة الشواطئ برغم بعض التحذيرات. في الواقع يعني ربما نستطيع أن نقول أن العاصفة مرت بسلام من مصر ولم تترك بها أثارا سوى بعض يعني الأمطار في بعض المحافظات، ليست من بينها الإسكندرية ولكن بعض المحافظات المصرية وخاصة غرب مصر في منطقة مطروح ويعني ومدنها كان هناك أمطار غزيرة بالطبع. وفي القاهرة كان هناك بعض السحب وبعض المحافظات الأخرى استقبلت بعض الأمطار، ولكن لم تكن لها أثارا مدمرة، وذلك بالطبع حسب تأكيد هيئة الأرصاد أنها فقدت جزءا كبيرا من قوتها وتحولت إلى منخفض جوي.